دعا نبي الله إبراهيم وولده عيسى عليهما السلام أن يبعث الله في هذه الأمة الرسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. وجاء في الكتب السماوية التوراة والإنجيل بشرى بعثة سيدنا محمد، حيث جاء في صحيح البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله العظيم. وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، لكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح بها أعين عمية وأذانا صمة وقلوبا غلفة. قال: ثم سألت كعب الأحبار وهو من علماء اليهود عن ما قال ابن عمرو، فما زاد عليه حرفا. ذكر الشيخ عبد المجيد الزنداني في كتابه البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السماوية السابقة أن إنجيل برنا في الباب 22 جاء فيه: وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله، الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله. وجاء في سفرة أشعية: أني جعلت اسمك محمدا يا محمد، يا قدوس الرب، اسمك موجود من الأبد. وجاء في سفر أشعية: ما أعطيته لا أعطيه لغيره. أحمد يحمده الله حمدا حديثا يأتي من أفضل الأرض، فتفرح به البرية ويوحدون على كل شرف ويعظمونه على كل رابية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. صدق الله العظيم.